يقدم لكم هذا البرنامج برعاية تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. كيف يمكن تقييم واقع حرية التعبير في العالم العربي؟ وهل حملت رياح ما سمي بالربيع نسمات لقحت وأنعشت حرية التعبير بالأقطار العربية؟ أم أنها ساهمت في المقابل في تعقيمها وكرست سياسة تكميم الأفواه؟ ما السبل القانونية الممكنة لحماية الصحفيين في مختلف أصقاع العالم وخاصة في مناطق النزاع منها؟ هذه الأسئلة ومحاور أخرى سنطرحها اليوم للنقاش مع ضيفنا اليوم الذي جاءنا من السودان، وهو الدكتور حسن سعيد المجمر طه. دكتور أهلا بك. مرحبا بك حياكم الله. نحن سعداء بهذه المقابلة في المغرب الحبيب. كيف هو مقامك بالمغرب أو بالزيارة؟ هذه الزيارة الثانية، وأنا أشعر بسعادة غامرة دائما بأجواء المغرب الرائعة وبتعامل المغاربة أيضا الذي فيه لمسات الكرم العربي الأصيل. طيب، خصوص زيارتكم للمغرب، أنتم الآن بعروس شمالي طنجة حول مشاركتكم في دورة تكوينية للصحفيين هنا بالمغرب، وأيضا مع نظرائهم المشارقة حول تلقين أبجديات ثقافة حقوق الإنسان لهؤلاء. ما التوصيات المرتقبة بالخروج منها من هكذا دورة تكوينية، وهل يمكن فعلا تنزيل توصياتها على أرض الواقع حتى لا تظل مجرد يعني مجرد كتابات على الورق لا أكثر ولا أقل؟ بكل تأكيد كل دورة تدريبية ورشة عمل يقيم مركز الحريات العامة هو الإنسان بشبكة الجزيرة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وبيت الصحافة في المغرب ومركز الشروق للإعلام والديمقراطية هو الإنسان. هذا النشاط الكبير المأمول منه أن تصل الثقافة الحقوقية إلى الصحفيين المشاركين، وهذه الدورة التدريبية المتخصصة تحت عنوان مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في العمل الصحفي هي تنعقد على هامش ندوة انعقدت أمس، حلقة نقاشية حول تعليم حقوق الإنسان للصحفيين التحديات والفرص، ناقش فيها المشاركون من مختلف يعني من الأكاديميين المختصين ومن الخبراء ومن الصحفيين من قيادات المؤسسات الإعلامية وقيادات الشركاء، ناقش فيها كيفية يعمل جميعهم مع أصحاب المصلحة الصحفيين على وجه التحديد على إدماج حقوق الإنسان في التغطية الصحفية، على تمكين الصحفيين من معرفة المبادئ ومعايير حقوق الإنسان وتطوير مهاراتهم في إدماجها في التغطية الصحفية. هل الهدف هنا هو أن يكون الصحفي على دراية بقضايا حقوق الإنسان في طريقة التعامل مع مواضيع حقوق الإنسان، أم الهدف هو كيفية حماية الصحفي نفسه في قوانين ودساتير حقوق الإنسان العالمية؟ بكل تأكيد هذه الدورة التكوينية تسعى إلى تطوير معارف الصحفي في التعامل مع آليات حقوق الإنسان، في هضم مبادئ ومصطلحات ومعايير حقوق الإنسان، التعرف على الاتفاقيات الدولية، كيف تعمل آليات حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي. ولا يمكن لأي صحفي باعتباره رسول مهنة ودعوة إلى معرفة حقوق الإنسان، لا يمكن له أن يقوم بهذه الرسالة إلا إذا كان هو شخصيا مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان يطبقها على نفسه أولا، ثم يطالب الآخرين بتطبيقها، باعتبار أن يعني فاقد الشيء لا يعطيه. الصحفي الذي لا يعرف حقوق الإنسان ولا يؤمن بها لا يمكنه أن يدعو الآخرين لاعتناقها. صحيح. طيب، دعنا نتحدث قليلا حول حرية التعبير بالعالم العربي. جاء الربيع كما يقال منذ بداية 2011، الكل توسم فيه خيرا أن يحدث هذا تغييرا على مستوى الحرية، لأن الشارع العربي خرج بالدرجة الأولى للمطالبة بالحرية قبل المطالبة برغيف الخبز كما يقال. لكن مع الأسف ربما خيبت الأمال بعد مرور حوالي 4 سنوات على هذا الربيع الذي لم يكسب ربما أن تزهر أن يعطي ثماره. هناك تقارير عالمية تؤكد أن هناك تراجع على مستوى حرية التعبير في مختلف الدول العربية، كيف تفسرون هذا التناقض؟ أنا لا أرى أن هنالك تناقض، الأشجار الكبيرة لا تولي ثمارها إلا بعد سنوات طويلة، والشعوب العربية التي خرجت وأسقطت الحكام الظالمين استطاعت أن توصل للعالم صوتها، وأي ثورة ترتد، وكما تعلمون كثير من الثورات ترتد في دول في العالم الأول، اتخذت الثورات مسار
فيه كثير من الظلم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لكنها عادت في النهاية لتطبيق إرادة الشعب. الآن لا أحد يستطيع أن يقول رغم هذه المعاناة والجراحات أن هذه الشعوب التي خرجت هي هضمت في حقوقها، إنما في مسار المسار الطويل نحو التمتع بالحرية تحصل الدماء، وحصيلة هذه الدماء والأزمات إيمان الكل بالديمقراطية وحرية التعبير. يعني هذه المرحلة التي يعيشها العالم العربي اليوم مجرد مخاض، لم تنتج بعد عن ولادة جديدة. تأكيد. بكل تأكيد هذا مخاض عسير يجب على الجميع أن يمر به. المهم أن يلعب كل فرد دوره، أن تلعب وسائل الإعلام على وجه التحديد دورها، لأن التاريخ سيكتب هذه الحركات التي قامت، سيكتب نضالات الشباب ونضالات المنظمات غير الحكومية ودور المسؤولين على المستوى الفردي والجماعي، وسيقرأ الذين يعني سيخلفون من في عقود قادمة كيف فعلنا. فبالتالي لابد لنا أن ننتهز هذه الفرصة لنعالج الأخطاء ولنحافظ على يعني هذه الهبة الثورية التي انطلقت ولن تتوقف أبدا. هل لازال هناك أمل؟ يعني هناك بشائر خير تبشر بالتفاؤل ربما بوجود نتائج؟ طبعا أنا متفائل جدا، لأن الشعب الليبي الذي كمثال الذي هضمت حقوقه لمدة 40 عام أسقط الحكم في أقل من عام. ولكن الشعب المصري، انظر إلى حال ليبيا الآن، والشعب المصري الذي يعني عركته الإشكالات الكبيرة والديكتاتورية الآن ينتقل. ما يجري في ليبيا يمكن أن يؤسس إلى ديمقراطية قادمة لا محالة. الولايات المتحدة الأمريكية قامت على حروب طويلة، الديمقراطية الفرنسية عقبت 30 عام من الاقتتال على الدين الذي تتبناه الدولة، وكذلك المملكة المتحدة. وحتى في إفريقيا نحن رأينا التمييز العنصري في جنوب إفريقيا الذي قضى على وحدة السكان وميز بينهم بسبب اللون لعقود من الزمن، لكن الآن انظري ماذا يجري في جنوب أفريقيا وماذا يجري في فرنسا وماذا يجري في الولايات المتحدة. نحن لسنا أقل من هؤلاء بل أعرق منهم بكثير. حضارتنا في مصر وفي المغرب وفي السودان ضاربة في القدم آلاف السنوات. ولكن هل سنبقى نبكي على أجدادنا وعلى الأطلال اللي خلت نريد نعيش الواقع أستاذي؟ الواقع هو كل ما كثرت التحديات كل ما شعر الرجال والنساء الذين يحملون الهم بأدوارهم العظيمة، الذين تقعدهم الأزمات وتقعدهم التحديات، هؤلاء لا يستحقون الديمقراطية ولا يستحقون الحرية. الذي تقعده يقعده الظلم ويخنع إلى الواقع المرير لا يستحق الحرية في وجهة نظري. بالعودة إلى مسألة الحرية، حرية الرأي والتعبير، سألتك سؤالا ولم تجبني صراحة، والذي سأعيد أن أطرح نفس السؤال. بما تفسرون تراجع حرية التعبير بالعالم العربي؟ مثلا تقرير منظمة مراسلون بلا حدود قال بأن هناك تراجع في عديد من الدول العربية فيما يخص حرية التعبير وحرية الممارسة الصحفية، مع العلم أنه كانت هناك ربما آمال أن يكون التحسن على مستوى حرية التعبير بعد الربيع العربي. طبعا تقارير هذه المنظمات المحترمة يقوم على مؤشرات تضعها هي لفترات محددة وتطبق عليها معايير تنظر إليها من منظورها الخاص. أنا في اعتقادي أن هنالك حاجة ماسة لتشكيل لمشاركة المؤثرين والفاعلين في حرية الصحافة على المستوى العربي في وضع وتصحيح هذه المعايير. صحيح أن إذا نظرنا لأعداد الصحف وأعداد القنوات الفضائية والإذاعية يعني كثيرة جدا في العالم العربي، لكن تطبق عليها الرقابة الذاتية قبل الرقابة الحكومية. في كثير من الأحيان عدد من الزميلات والزملاء هم ملكيين أكثر أو ملكيون أكثر من الملك فيما يتعلق بتطبيق الرقابة الذاتية. أنا أعتقد أنه الآن الحاجة ماسة لأن لا يكتفي الصحفي ولا تكتفي المؤسسة الإعلامية بالقيام بدورها بمعزل عن المطالبة بتوسيع حقها في طلب المعلومة وتسريع الحصول على هذا الحق، وتوسيع حقها أيضا في النفاذ للمعلومات والمحافظة على هذا الحق، وأيضا الدفاع عن حقها في نشر المعلومات ما دامت موثقة مهما كانت هذه المعلومات تمثل
الشأن العام، إلا ما دامت هذه المعلومات موثقة يجب أن تجد طريقها للنشر، لأن الشعب من حقه أن يعرف كيف تدار ثرواته وكيف تدار السلطة لما يحقق خير البلاد وخيره على المستوى الفردي. هل يمكن القول أن هذه التقارير غير موضوعية وتفتقد للدقة، خاصة أن هناك أصابع اتهام توجه لها أنها تخدم أجندات سياسية أيديولوجية أو اقتصادية ما؟ هل يمكن القول بهذا الطرح؟ أنا كما ذكرت لك لا أؤمن أبدا بنظرية المؤامرة، ليس إنما المؤامرة، ولكن إنما بالنهاية إنما هذه لكل التقارير جهة لكل موضوعية جهة لديها أجندتها ولديها رؤيتها. لا توجد جهة ليست لديها رؤية واضحة ورسالة واضحة. هذه المنظمات معاييرها واضحة ومعروفة، وكلنا يعرف أن قياس حرية التعبير يبدأ من التزام الدولة بتدابير باتخاذ تدابير تشريعية وقضايا تنفيذية تتعلق بحرية الصحافة، بإمكانية الصحفي ممارس مهنته على المستوى الفردي، بإمكانية ممارسة مهنته على مستوى المؤسسة الإعلامية، وما تتاح له من مساحات من قبل غرفة الأخبار ورئاسة التحرير، وما هو دور رئيس التحرير، وما هو دور الجهة الناشرة. هنالك كثير من المؤثرات التي تضع قيود على حرية على ممارسة حرية الصحافة وبالتالي التمتع بها. ففي كثير من الأحيان نجد في دولنا للأسف الشديد أن الناشرين الذين يمتلكون وسائل الإعلام هم الذين يفرضون تقييد على حرية الصحافة، لأن الربح عندهم مقدم على الحديث عن أي مسألة فيها إشكال قد تسبب في وقف الصحيفة أو إغلاق القناة الفضائية أو تعرضها إلى المحاكمات، وبالتالي تتجه هذه القنوات بصحفيها لتلمس أطراف المواضيع والقضايا، وفي الغالب العام تترك كثير جدا من شواغل الناس وتتجه إلى مسائل ترفيهية أو تتلمس قضايا دون أن تسبر أغوارها وتحقق الفائدة للجمهور. ذكرتم المراقبة الذاتية التي يمارسها أحيانا الصحفي على نفسه، ألا ترون أن الصحفي في العالم العربي اليوم يجد نفسه ما بين مطرقة ما يسمى بالحفاظ على الأمن القومي والأمن الداخلي للبلاد التي يشتغل فيها، وما بين سندان الخوف من تهمة توجه له، تهمة مثلا التخابر مع جهات أجنبية أو خيانة الوطن أو العمل لأجندات أجنبية ما؟ هذا الصحفي كيف لو يعني يمثل الحقيقة في ظل هذا التناقض إن صح التعبير؟ كما ذكرت هذه المسألة تعتمد على ثقافة الصحفي فيما يتعلق بتناول الموضوعات، طلب الحصول على المعلومة والنفاذ إليها ونشرها. وإذا الصحفي والمؤسسة الصحفية لا تعرف القواعد القانونية الهوية الشرعية للحديث عن هذه الحقوق، يكون هنالك إشكال كبير جدا في طرح الفكرة. وهذه المسألة كما ذكرنا في الدورة اليوم، الدورة التدريبية وأمس في الندوة، أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتحدث عن حق كل إنسان في طلب الحصول على المعلومة والنفاذ إليها ونشرها بدون احتبار للحدود، ولكن ممارسة هذا الحق تقوم عليها التزام بواجبات ومسؤوليات محددة، وهي احترام حقوق وسمعة الآخرين والأمن القومي والصحة العامة والآداب العامة. هذه الاستثناءات يجب أن تعرب بدقة في القانون. لذلك يعني أول ملاحظة نقولها أنه يجب على المؤسسات التشريعية والمشرعين في دولنا العربية أن يستصحبوا معهم المؤسسات الصحفية والصحفيين في إعداد هذه القوانين، لأن القانون الذي ينظم حق معين لا يعرف يعني حقيقته إلا أصحاب المصلح الحقيقي. نحن للأسف معظم قوانيننا وتشريعاتنا التي تنظم العمل الصحفي حرية الصحافة لا يشارك في وضعها صحفيين، وبالتالي يجد الصحفي وتجد المؤسسة الصحفية كثير من القيود وضعها أناس ليس لديهم علاقة بالتمتع بحرية الصحافة أو بحماية الصحفيين. بخصوص حماية الصحفيين، ما دور المؤسسة التي ينتسبون لها في هذه المسألة؟ مثلا عندكم في الجزيرة مجموعة من صحفيكم تعرضوا للاعتقال، مثلا نذكر الصحفي الأسترالي بيتر غريسي أعتقد ومحمد فهمي تم اعتقالهما مؤخرا والإفراج قبل الإفراج عنهما، وأيضا قبلهما عبدالله الشامي. ما يعني وسائل حماية هؤلاء الصحفيين؟ ما الدور الذي تقوم به المؤسسة؟
هناك أدوار كبيرة ما دامت المؤسسة الصحفية طلبت من الصحفي أن يقوم بأدوار فيها كثير من المعاناة، فيها طلب المعلومة وفيها تقديمها والوصول للضحايا وإسماع صوتهم، ويقع عليها واجب حماية هذا الصحفي في جميع مراحل العملية، عملية التغطية الصحفية. الجزيرة كغيرها من المؤسسات الإعلامية العالمية والمحلية تقوم بدورها بتميز فيما يتعلق بالدفاع عن صحفيه. نحن منذ ان يتحرك الصحفي من المؤسسه الصحفيه الى اي تغطيه صحفيه يجب ان يكون لديه الدرايه الكافيه بقوانين البلد الذي يذهب للتغطيه فيه، بالحاله الامنيه فيه، لديه تكوين في مجال الامن والسلامه المهنيه الخاصه بالتغطيه في مناطق الازمات والتوترات، لديه درايه بمعايير حقوق الانسان التي يجب ان يحترمها، وبالتالي عندما يحدث له أي مكروه لا قدر الله تتصدى آليات معينة داخل شبكة الجزيرة، منها مركز الحريات العامة وحقوق الإنسان، يقوم بالحملات بالتعاون مع غرف الأخبار وبتشكيل قوى ضغط حتى يخرج عنه. ولدينا زملاء في إدارة الأمن والسلامة يقوموا أيضا بمتابعة إجراءات أمن وسلامة الصحفي الذي يقع قيد الاعتقال أو هو موجود في مناطق الأزمات والنزاعات المسلحة. أدوار مختلفة لا يمكن اختزالها في هذه الدقائق البسيطة، لكن في المجمل تتحمل المؤسسة الإعلامية الجزيرة على وجه التحديد تتحمل كامل المسؤولية في حماية المنتسبيها منذ أن يتحركوا إلى أن يعود إليها سالمين. طيب، حينما نتحدث مثلا عن مسألة حماية الصحفيين في مناطق النزاع، ألا يمكن القول أنه أحيانا الصحفيين يساهمون في التعنيف الذي يمارس عليهم لكونهم لا يعكسون الحقيقة أو لكونهم يكونون بجانب جهة على حساب جهة أخرى؟ مثلا صحفي الجزيرة توجه لهم في مصر تهمة أنهم يميلون ربما للإخوان المسلمون، هل يمكن القول أن الصحفي أحيانا قد يكون سببا في الضغط الذي يمارس عليه؟ أو الجزيرة يعني رؤيتها واضحة ومعلنة أنها هي مع الضحايا وقريبة من الضحايا ولا تقف على مسافة واحدة بين الضحية والجلاد، لذلك نحن مع الضحايا في كل مكان، في مصر، في السودان، في أي مكان نحن مع الضحايا والمظلومين، نحن أقرب إلى الضحايا أكثر من الجلاد، ولا يثنينا عن نقل أصوات الضحايا وتمكينهم في توصيل صوتهم ومعاناتهم للعالم إلا أن تحظر الجزيرة من العمل. الجزيرة في مصر غطت أحداث رابعة التي هزت ضمير العالم، وغطت في ليبيا أحداث الحرب والقتل والدمار، وغطت في الصومال، وغطت في اليمن، ودفع صحفيوها ثمن ذلك حياتهم في مناطق عديدة. نحن لا يثنينا عن القيام بدورنا تجاه الدفاع عن حقوق الإنسان ونصر الضحايا حقوق الإنسان، اتهامات تطلق هنا وهناك. طوال المحاكمات التي تعرض لها الزملاء في مصر لم تستطع السلطات المصرية تقديم أي دليل يدين الجزيرة بصحيح العبارة، لم تستطع أي محكمة مصرية إلى الآن أن تصدر حكم يدين الجزيرة، بل المحكمة العليا في مصر أصدرت قرار بأن الجزيرة هي مسجلة رسميا ولديها الحق في العمل في مصر، والمحكمة العليا عادت محاكمة الزملاء بيتر جريستي وباهر محمد ومحمد فهمي، والآن بدأت من جديد لعدم سلامة تطبيق القانون في المحاكمة الأولى التي قضوا عام كامل في السجن. وبالتالي نحن يعني ننظر لما محمد فهمي الآن مضطر للتنازل عن جنسيته المصرية من أجل يعني إرساله لكندا لكونه يحمل جنسيته الكندية والمصرية. يحاول محمد فهمي بشتى السبل أن يحصل على الحرية، وهذا حق مشروع، نحن ليس لدينا إشكال في أن يمارس يعني حقه في المطالبة بحريته، لكن الجزيرة ستظل تدافع عن منتسبيها إلى أن يشتموا رياح الحرية ويتمتعوا
بسلامة الوصول والعودة والإقامة مع زويهم. وأنا يعني أنجز لهذا الحوار، وجدت مقالا لكم عنونتموه بالعدالة الانتقائية وحقوق الإنسان. ختمتم المقال بقولكم إن أي عدالة انتقالية تنبني على الرمل لا على الحجر الصلب، ولو كانت قصرا منيفا سيذيبها كوب ماء لا يروي ظمآن. ماذا تقصدون بهذا القول؟ ربما تعبيريا باللغة العربية مفهوم أن العدالة التي تبنى على الرمل يسهل، أي شيء يبنى على الرمل يسهل أن يهوي، لكن إلى ما تلمحون حينما تتحدثون عن عدالة انتقائية تبنى على الرمل؟ في منطقتنا العربية هناك دول كثيرة عاشت فترات قمع طويل وعاشت فترات نزاع مسلح طويل، عقبت هذه في تجاوزت بعض هذه الدول تلك الفترات بغير أن تحترف بحقوق الضحايا بشكل سليم، وبغير أن تجري المساءلة بشكل كامل، وتطالب شعوبه باحترام وبناء الثقة في مؤسساتها. الضحية لا ينسى الجلاد مهما تطاول الزمن، الذي قتل جده ظلما سيظل يحمل صورة جده وظلم ما جرى لجده مدى الحياة ويورثها لأبنائه. أنت ترين الآن الشعب الفلسطيني عقود من الزمن، حتى الأطفال يذكرون ما جرى لأجدادهم وزويهم. أنا أعتقد أن أي دولة لم تقوم بالاحتزار للضحايا وتقوم بتعويضهم تعويضا ماديا، احتزار معنوي من خلال التعويض معنوي من خلال احتزار، وتعويض مادي من خلال إنصافهم، لن تصمد هذه العدالة الانتقالية، ويظل في النفس ما موجود، ولن يكون هنالك ثقة أبدا في مؤسسات الدولة. ستكون الثقة الظاهرية هي التي تشكل دول خربة كما نشاهد الآن في عديد من دولنا العربية. يعني المواطن مجبر على أن يحترف بدولته لحكم حاجته للجواز السفر، وإذا قارنا ما يجري لمواطن عربي يحمل جنسية أخرى نشهد الفرق. الكرامة الإنسانية المتوفرة، أنا أتحدث عن كرامة إنسانية لا تبنى على الرمل. نحن بحاجة إلى كرامة إنسانية نتجاوز فيها جميعا عثرات الماضي لنبني مستقبل لأمتنا. كيف ذلك أن يعني تجاوز هذه العثرات؟ هل من السهل؟ أنت شاهدت حتى الربيع لم ينجح، ماذا تريد؟ عواصف؟ لا، سينجح الربيع، وكل ما تشتد العواصف سيعقبها مطر وتنبت الأرض أخضر. جميل لغويا، لكن أنا تأمل حقيقة خلال أقل من عقد إن شاء الله تعالى ستعود كثير من شعوبنا العربية، سيعود لها الحق في اختيار الحكام وفي ممارسة الديمقراطية. ولو أنه ربما يقال ما نيل المطالب بالتمني. صحيح. طيب، بخصوص المغرب نريد أن نتحدث حول أنتم تعيشون خارج المغرب، كيف هي صورة المغرب لديكم حول مستوى حرية حقوق الإنسان، حرية التعبير؟ الناظر من خارج المغرب للمملكة المغربية يرى إرادة النظام الحاكم ورغبته في التغيير، وبالتالي هذه أول خطوة في الطريق السليم. الآن الجميع يلمس أن المغرب يتطلع إلى تغيير في على المستوى الذي يكفل للشعب المغربي التمتع بحقوقه وحرياته، وهذه مسيرة طويلة، لكن المهم أن تكون هنالك إرادة مشتركة من السلطة للتغيير وإرادة من الشعب للقبول بالتحول. يعني كلنا يلمس هدوء المغرب رغم ربما تحدثنا عن ما سمي بالاستثناء المغربي. يعني أنا لا أعتقد استثناء، لكن قد يكون إرادة النظام الحاكم في المغرب هي التي انعكست جزئيا في هدوء الوضع. لأنه إذا نظرت إلى دول عبر رياح التغيير مثل السودان تحولت إلى رمال كاسحة بسبب النزاع المسلح، إذا رأيت في مناطق عديدة تحولت رياح التغيير إلى ضغط على الحكومات، دفعت أموال وغيرت خدمات وهكذا. الآن على أقل تقدير عندما يكون في تبادل للحديث من قبل الملك، من قبل رئيس الوزراء، مع الجمهور العام، مع المنظمات،
سيكون هنالك تغيير إيجابي وبهدوء. هذه أهم مسألة، يعني نحن نطلع إلى أن التغيير يكون سلمي. ما يجري في المغرب ولو تطاول الزمن أفضل للمغاربة أن يكتمل سلميا، أفضل من يكتمل من خلال الدماء. ونحن نشاهد على مقربة من المغرب كيف سالت الدماء، وكيف يعني حصلت جراحة كبيرة للوصول إلى استقرار. فالأفضل للشعب المغربي أن يدفع في اتجاه الإصلاح والمطالبة بحقوقه من خلال الطرق السلمية. وما دامت هنالك إرادة، نعتقد أنه المغرب يعني يعمل في الاتجاه الصحيح. طالما ذكرت مسألة التحول السلمي، أنتم كناشطون في مجال حقوق الإنسان، كيف تقرؤون تدخل السعودي بقيادة السعودية فيما سمي بعاصفة الحزم في الشأن اليمني؟ هل المسألة يعني تبدو منطقية من أجل إنقاذ ما سمي بالشرعية اليمنية، أم أن المسألة يعني تعتبر تدخلا سافرا في الشأن اليمني الداخلي؟ هذا سؤال سياسي ليس لديه علاقة بحقوق الإنسان، لكن أنا أرى أنه هو يعني يرتبط بحقوق الإنسان من ناحية يعني ما يتعرض له المواطنون. الأنظمة العربية لأول مرة تتفق على موقف موحد تستخدم من خلاله القوة. أنا حقيقة لست مع استخدام العنف والقوة، ولكن ما دام يعني الأنظمة العربية شعرت بمخاطر تؤدي إلى تصعيد النزعة الطائفية والجهوية، هذا الأمر مطلوب. لكن الحاجة لإقرار السلام هي التحول مباشرة من جملة العنف إلى السلام. أعتقد أنه الآن واجب على التحالف العربي في اليمن أن يكثف من الدور السياسي للوصول إلى حل سلمي بعيد عن الاستمرار في استخدام القوى المسلحة. دعونا نتحدث قليلا حول مركز الجزيرة. هل هناك من شراكات ما مع المغرب خلال هذه الزيارة التي تقومون بها؟ نحن نتناقش حاليا مع بيت الصحافة ومركز الشروق للديمقراطية وحقوق الإنسان على بناء شراكة استراتيجية نتحدث من خلال على قضايا محلية تهم المغرب والمغاربة، وإقليمية تهم المغرب العربي ككل وشعوب جنوب الصحراء. مركز الحريات العامة حول الإنسان أيضا مرتبط بمذكرة التفاهم مع كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة محمد الخامس، وهذه المذكرة وقعت العام الماضي وتنص على تبادل الخبرات وتكوين الصحفيين في مجال حقوق الإنسان ونشر المعارف في التي العلمية التي تقوم بها الكلية على جمهور شبكة الجزيرة. الدكتور حسن سعيد المجمر طه، رئيس قسم الشركات والبحوث بمركز الجزيرة للتدريب والدراسات، نشكرك جزيلا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم في هذه القناة العملاقة، ولمواطني طنجة الذين استضافونا، ولمدينة طنجة الجميلة. نامل أن يكون هذا اللقاء يعني بداية تعاون بين هذه القناة و مركز الحريات العامة هو الإنسان بشبكة. بعيدا عن أجواء العمل، هل خرجتم كي تغير الأجواء هنا بطنجة؟ أنا في بطبيعتي يعني أتجول مساء، تجولت في محيط الفندق. هذه المدينة تستحق أن تزار مرات ومرات. مرحبا بك. أما أنتم مشاهدينا الكرام، نشكركم أيضا على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج لقاء خاص. دمتم في رعاية الله.